السلام عليكم ورحمة الله. عمان ودبلوماسية الحلوى المسقطية. في 3 أو 4 مايو 2011، قبل 12 أو 13 سنة، تلقيت اتصال قالوا معاك سفارة عمان، سفارة سلطنة عمان في الكويت، وكانوا قالوا يبيك السفير في موضوع، لو سمحت تفضل عندنا. كان الاتصال غريب شوي لأنه ما لي علاقة بسفارة عمان، يعني من بديت أتعاطى الكتابة في قضايا الخليج العربي أتلقى الكثير من الدعوات، السفارة الأمريكية، السفارة البريطانية، السفارة الفرنسية، أكثر من سفارة، ونعقد فيها حوارات وجلسات مع السفير أو مع فريق عمله ويسألنا بعض المتغيرات أثناء التفاعلات الإيرانية الخليجية بشكل عام. لكن عمان ما كان لي معهم تواصل، فاستغربت أو قلت يعني لا أعرف السبب، أنا ذاهب لكن لا أعرف السبب. وكان الموعد بعد يومين من الاتصال أو بعد يوم من الاتصال، كان عندي محاضرات فوعدتهم في يوم محدد ورحت الضحوية. كانت السفارة إذا ماني غلطان في الروضة، الروضة أو الخالدية، على الشارع على الدائري الرابع. رحت هناك، انتظرت عند السكرتارية شوي وبعدين طلعوني. كان مع معالي السفير الشيخ سالم بن سهيل المعشني، كان معه مكالمة مهمة، فانتظرت شوي. دخلت استقبال، حفاوة راقية وسوالف عن قضايا عمان الخليج، وقبلها كلها الفوالة. الفوالة هي انك تتفاول، ويسميها بعض العرب الفوالة او القدوع، انك تاكل شيء قبل يجيبون قهوة. وكانت حلوى عمانية مسقطية من ألذ ما ذقت. فسولفنا عن الحلوى العمانية، وسولفنا عن أمن الخليج، وسولفنا عن كل شيء في 2011. بعدين استدعى المصور وكان لازم يوثق اللحظة، واعتقدت انها بس للتعارف او مثل ما يسوون الامريكان، نسولف عن قضايا من الخليج وعقبها شاي وقهوة ونطلع مثل ما دخلنا. لكن فوجئت بمعالي السفير الشيخ سالم سهيل المعشني انه يستدعي المصور ونلتقط صورة ذكرية راح ارويكم اياها الان. في ذلك اللقاء تشرفت باستلام تقدير كريم سخي من يثلج الصدر من المرحوم سلطان قابوس، فقد كان يقرأ ما أكتب، سبحان الله العظيم. فالظاهر أن أوصى بأن يتم تكريمي بطريقة ما، بطريقة غير مباشرة، فكان شيء يثلج الصدر أني أحس برجل بهذه القامة يقرأ مقال شخص متواضع مثلي. على كل حال، السلطان قابوس رحمه الله، سيرته الذاتية في تقديري، سيرة السلطان قابوس الذاتية هي تاريخ عمان الحديث. كان في تفاصيل كل حدث في عمان، من الشباب للرياضة إلى الجيش إلى العسكرية، وهو صاحب فكرة الجيش الخليجي الموحد، وهو صاحب فكرة أن يكون التعاون بين دول الخليج حلف عسكري أو حلف عسكري مرتبط مع قوة غربية قوية، وكان هذا مشروعه بعد حرب تحرير الكويت، لكن لم يوافق المجلس على مقترحه. وكان رجل عملي بالدرجة الأولى، ويرى أن السياسة لوحدها لا تحمي، كان لابد من القوة العسكرية. مثل ما قلت، هذه حادثة دخولي السفارة العمانية وتكريمي بتلك الدرجة اللي أخجلتني، والتعرف على بعض مزايا الحلوى العمانية من معالي السفير الشيخ المعشني، واعتقد انه تم نقله لجهة ما. لكن ذقت الحلوى المسقطية في تلك الزيارة، وعرفت بعض اسرارها. من اسرار الحلوى المسقطية والحلوى العمانية انها قديمة، وهي على فكرة اللي انتقلت للبحرين والكويت واصبحت تصنع هناك، بس الأصل هو الحلوى المسقطية، فهي قديمة، بدأت صناعة الحلوى العمانية منذ القدم وما زالت مستمرة كجزء من التراث وعمل كل بيت في عمان.
الأمر الثاني أن المواد كلها طبيعية وما فيها مواد صناعية. الأمر الثالث أن تصنيعها رغم بساطته لكنها معقدة التصنيع، بمعنى عملية الخلط، تقدير الكميات، التعامل معها عندما توضع على النار. توضع على النار تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مدة قد تطول إلى ساعتين. تصور أنك تطبخ لمدة ساعتين واقف على نفس القدر، على نفس الشيء، على نفس الروائح، على نفس، فهي صناعة متعبة. الأمر الأهم في كل ذلك أن الحلوى العمانية لا تتلف بسرعة. يعني الطبخة، تصور تطبخ شيء يقعد 3 أشهر دون الحاجة لمواد حافظة ودون تبريد ودون شيء في الصيف أو الشتاء. فمكونات الحلوى تساعد على الاحتفاظ بها لمدة، لأقصى مدة ممكن. هذا اللي تعلمته عن الحلوى العمانية، وليس موضوعنا الليلة الحلوى العمانية، لكن لاحظت في مقاربتي ومتابعتي مؤخرا للسياسة العمانية، سياسة عمان الخارجية، أنها مثل حلوى عمان أو مثل الحلوى المسقطية لا تصنع فيها، قديمة، هي قديمة جدا، ويعرفون التعامل مع الدول أقدم من بقية دول الخليج. بدون تصنع تنشد الخير للجميع. بساطتها الظاهرية في أنها حلوة وحطها وخلطها شوي، بساطتها الظاهرية تخفي تعقيد، تخفي سعة بال، وكما أن لها حلول ناجعة، بمعنى ضبطت الحلوة، ضبطت الحل لأزمة معينة تتدخل فيها عمان، يضبطون الحل يضبطونه. فلاحظت أن هناك المكونات السياسة الخارجية العمانية، خصوصا سلاح سياسة أو دبلوماسية الوساطات، تشبه صناعة الحلوى العمانية، ولا وأتمنى أن لا أكون قد أسأت التشبيه بينها وبين سياستهم أو بين الحلوى والسياسة، لكن كلهم حلوين إن شاء الله. رغم حلاوتها، حلاوة الدبلوماسية العمانية والنجاحات التي لا ينكرها مراقب أنها نجحت في أكثر من مكان بواسطتها العمانية، لكن يبقى هناك من ينتقد، يبقى هناك من لقاله درب على العمانيين ويقول الحلو ما يكملش، على قولة أخواننا المصريين. من الانتقادات أو المآخذ على السياسة العمانية، سواء في حل الأزمات أو في تعاملها بصورة عامة مع محيطها الإقليمي والدولي، يقول لك أن السياسة العمانية لم تتغير منذ وفاة السلطان قابوس. صحيح 3 سنوات، لكن العالم يتغير، استمروا على النهج نفسه وعلى الأسلوب نفسه. أين المرحلة الجديدة؟ وأين التعاطي مع عالم متغير؟ هل لابد أن تبقى سياسة عمان كما كانت قديما أيام السلطان قابوس طوال 50 عام؟ صحيح أنا حتى طوال 50 عام لم تكن ثابتة، كانت متغيرة، لكن أليس من الأجدر أن تتغير الدبلوماسية العمانية في تعاطيها مع القضايا الإقليمية؟ يعني الثبات لا يعني النجاح في بعض الأحيان، يجب أن يكون هناك تغير. الكمفورت زون أو منطقة الراحة اللي تحس فيها الدبلوماسية العمانية غير مبررة للكثير من المراقبين. 2، يعتبرها البعض سلبية، فيما يعدها آخرون حالة انعزال عن الواقع الدولي والإقليمي المشتعل. يعني صحيح تتدخل، لكن في حالات وبعد طوال فترة، بعد فترات طويلة، وليست مبادراتها سريعة. فهذا نوع من السلبية أو الحياد السلبي في بعض القضايا. صحيح أنها تصفر خلافاتها في هذا الشأن، لكن هذه سلبية غير مقبولة من دول الجوار الإقليمي، وهم دول عربية ودول خليجية. النقطة الثالثة اللي يقولها منتقدو السياسة العمانية الخارجية، أنها عمان تغرد خارج السلم الخليجي في كثير من القرارات، وأحيانا أبسطها يعني السلطان لا يحضر جميع قمم الخليج ولا يحضر بعض القمم المهمة اللي ينظر لها كأنها مفصلية، فينوب عنه من ينوب عنه. فهذه من المآخذ على الدبلوماسية، حتى لا يقال أننا أبرزنا الجانب الإيجابي حتى يكون الطرح متوازن. فهناك الكثير من يقول أن هذه بعض المآخذ على الدبلوماسية العمانية، لكن لا يمنع أن نقول أو أن نتساءل، هل هذه الانتقادات صحيحة؟ هل تعيق الدبلوماسية والسياسة الخارجية العمانية؟
إذا كانت تعيقها أو الانتقاد مقبول، بماذا نفسر آخر خبرين يقرأهم المتابع للقضايا الإقليمية والدولية؟ خبرين ما زالوا طازجين على ساحة الأحداث حاليا. الأول أن المساعي العمانية أسفرت عن اتفاق بين الحكومتين الإيرانية والبلجيكية على إطلاق شخصين أفرج عنهم من طهران وبروسلز إلى مسقط، كلهم بيجون مسقط ويردون لديارهم. إذا كانت الدبلوماسية العمانية غير ناجحة، لماذا ما زالت تتصدر الأخبار بمثل هذا الجهد وهذه الوساطة بين الحكومة البلجيكية وإيران؟ وما دخلها في بين الحكومة البلجيكية وإيران إن لم يكن بحسن النوايا وإن لم يكن سعيها للاستقرار العالمي والاستقرار الإقليمي بالدرجة الأولى. اثنين، أو الحادث الثاني، إيران تنظر إلى عمان على أنها مركز المحادثات والتسويات في المنطقة. يعني إيران إذا تضايقت ما يفكها من تضايقها الدبلوماسي أو السياسي إلا عمان، لأنها ليس لها صديق إلا عمان. الباقيين أضعف من أن أو غير مقبولين كوسيط أن يحلوا مشاكلها. من بتروح لحزب الله؟ يعني إيران تروح لحزب الله فكني من الأمريكان أو فكني من ذي؟ إذا ما لها عودة إلا إلى عمان. بسبب دورها القوي في الوساطات، عمان أنهت العديد من الملفات العالقة والأزمات السياسية. هي الدولة الخليجية الأكثر تقارب مع إيران، فهذا دليل آخر على أن لعمان ثقلها في الوساطات وفي العلاقات الخارجية، أن إيران جعلتها كأنها نافذة لها على العالم. إيران بما تملك من ثقل و قوة سواء إقليمية أو على الساحة العالمية لم تجد لها مخرج إلا من خلال عمان. يؤكد ذلك أيضا أن الشيخ أو سلطان عمان هيثم بن طارق حفظه الله سيذهب اليوم الأحد، سيذهب إلى طهران في زيارة رسمية ومع ثلاث ملفات كما تقول الأخبار. الملف الأول طبعا القضايا البينية، العلاقات الثنائية، والثاني حول القضايا الإقليمية خصوصا فيما يتعلق بجهود عمان في تحقيق النجاحات وتقريب وجهات النظر وبما هو معروف الاتفاق السعودي الإيراني اللي تم برعاية صينية. لعمان أيضا دور في تقريب وجهات النظر لحل بعض القضايا العالقة. الملف الثالث هو الأهم، وهذا يثبت دور عمان كوسيط يعتمد عليه بين دول كبرى ودول تعتبر ذات مركز كبير في الشرق الأوسط، هي بين مصر وإيران. فالملف الثالث يتضمن الجهود المبذولة لإعادة العلاقات ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين إيران ومصر، إضافة إلى الملفات الأخرى الخاصة في العلاقات المصرية الإيرانية. وكأن عمان بجهودها قد نجحت في تقريب إيران مع الكثير من الدول حتى مع الأمريكان، الآن جاء دورها للتقريبها مع مصر. ونعرف أن العلاقات الإيرانية المصرية لم تشهد يوما أي انفراجة منذ الثورة الإيرانية وهم على طرفي نقيض. ما هي دبلوماسية الحلوى المسقطية؟ هذا ما سنناقشه الليلة، ونتحدث عن الملفات الشائكة اللي فكتها أو حلحلتها أو أوصلتها إلى منتهاها بسلام سلطنة عمان. هذه قناة المراقب الخليجي، وأنا الدكتور ظافر العجم. طبعا نستطيع أن نقول أنه على مدى نصف قرن تقريبا هناك سياسة متبعة في عمان، وهي سياسة الحياد صفر عداوات، اللي ساعدت بأن تكون عمان وسيط بين الدول في ملفات عدة. تتصف يعني ما جعل عمان وسيط هو أن صفات تتصف بها السياسة الخارجية العمانية. السياسة الخارجية العمانية محايدة متزنة، رغم أنها تقع في بؤرة ملتهبة اللي هي الشرق الأوسط اللي هو الخليج العربي اللي هو ضفتي بني الضفة الإيرانية والضفة العربية. يعني وهنا إضافة بسيطة، تصوروا أن مضيق
مضيق هرمز رغم البلاوي اللي تحصل فيه جراء التعنت الإيراني وهم على ضفة الشرقية، ماذا لو كانت على ضفة الغربية دولة غير عمان، دولة فيها شرها مثل إيران؟ تصوروا أن المشاكل تصير دبل الضعفين في مضيق هرمز، نفس ما يقوم به الإيراني سيقوم به العمانيين، لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون دولة عاقلة ودولة منفلتة تفعل ما تشاء. الحرس الثوري لا يردعه رادع في اعتراضه للسفن، في تفجير السفن، في اختطاف، في زعزعة السلم البحري، بينما عمان لا تذكر إلا بإنقاذ السفن والسلم البحري بما يشمله من معاني السلم البحري. إذن السياسة العمانية محايدة، هذا أعطاها درجة من الثقة حتى تكون وسيط. اثنين، تتبع سياسة النائب النفس، وهي تتبعها من 50 عام. نحن جزء من كل حل وكل سلم، لكننا لسنا جزء أو اصطفاف مع كل أزمة. ثلاثة، عدم الانغماس في صراعات دولية وإقليمية اللي ركزت عمان منذ أيام المرحوم سلطان قابوس على تحقيق التنمية الداخلية. التنمية الداخلية تشهدها عمان، أنا في عمان قبل في شهر 8 شاهدت شيء لم أشاهده خلال عام من زيارتي لعمان. عمان بلد ناهض ومتطور، يعني كلمة ناهض تقال للبلد اللي في حالة النمو. عمان كل ما تجيها وهي تنمو أكثر وأكثر، وكأنها ما بدأت التنمية إلا أمس، بينما هي مستمرة، كل يوم شيء جديد، كل يوم شيء جديد في عمان. فهي ما انغمست في الصراعات الدولية وركزت على التنمية في الداخل، هذا ما جعلها ناجحة في السياسة الخارجية، أنها لم تنغمس في المشاكل. أربعة، هناك قبول دولي تحظى به عمان من جميع الأطراف أو أطراف المعادلات الأزمات، يعني لم يحدث أن اتهم طرف في نزاع عمان وصد فيه اتهمها بمحاباة الطرف الآخر. خمسة، وقد يكون لطبيعة عمان الجغرافية ساهمت في أن تكون بعيدة عن الصدام المباشر، يعني جغرافية عمان حمتها، جغرافية عمان أبعدتها عن قلب الجزيرة العربية، عن بقية دول الخليج، عن الكثير من الصراعات، ورغم ذلك تقوم بدور دبلوماسي له جودته وقوته. كما قلنا، عمان لها دور في الوساطات الناجحة، دبلوماسية راقية لذيذة مثل الحلوى المسقطية، ولعبت الوساطة دور هام في الدبلوماسية العمانية على مر العصور. عمان تتمتع بسمعة قوية في العالم العربي والإسلامي بوصفها وسيط فعال ومحايد في النزاعات، يعني اللي عنده شكوى يطلب من عمان، يعني هم من يتقربون إلى عمان تعالي حل المشكلة، وعمان لا تتدخل إلا بناء على طلب هذه الدول. يعني الكثير من النزاعات اللي كانت أو عدم الود بين أطراف كثيرة كانت عمان محايدة فيها، بعض المرات تكون خليجية وبعض المرات تكون عربية. يعني نجحت، أتذكر نجحت عندما ذهب السادات إلى كامب ديفيد، جميع الدول العربية قاطعت مصر إلا عمان وبقيت، وكان هذا فيها حكمة لأنها بقيت النافذة الخليجية على مصر. المقاطعة تمت لعشر سنوات، لـ 89، من 77 أو 79 لـ 89، ومع ذلك عمان مستمرة في علاقات مصر وكانت نافذة للخليجيين ولكل العرب يتواصلون من خلالها مع مصر. اثنين، احتفظت، يعني نجحت في الاحتفاظ بعلاقاتها مع إيران الثورة، ورغم الأزمة الخليجية الإيرانية طويلة الأمد بعد الثورة واستمرت طوال الحرب الإيرانية العراقية. ثلاثة، نجحت في الاحتفاظ بعلاقاتها مع سوريا الأسد وحربه ضد شعبه 11 عام، فهي نجحت ولم تكن تنقاد بسهولة إلا بناء على قناعتها في سياستها الخارجية مع السادات، مع إيران، مع سوريا، وهكذا فبقيت محايدة في كل هذه الأزمات. هناك وساطات لا يمكن تجاوزها، ووساطات لها بعد عالمي أكثر من بعد إقليمي، النزاع الإيراني الأمريكي، عمان اللي وصلت من اتفاق 5+1، تولت عمان دور الوسيط بين الجانبين وسهلت الحوار وتهدئة التوترات. فخمسة زائد واحد أو نزع فتيل أزمة النووي الإيراني هو جهد عماني لا يمكن تجاوزه من أحد.
الوساطة الخامسة هو النزاع اليمني، النزاع حرب اليمن، استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء ودفع الشرعية خارج صنعاء، ومع ذلك شاركت عمان في جهود التسوية السياسية في اليمن، سهلت محادثات السلام بين الأطراف أكثر من مرة، عززت الحوار والتفاهم، واستضافت العاصمة العمانية الكثير من جولات المفاوضات والمحادثات، بل إنها تدخلت عندما يختطف الحوثيين بعض الأجانب وأخذهم كرهائن، تدخلت وتوسطت وضغطت على الحوثيين للإفراج عن بريطانيين وعن أمريكان وعن الكثير من الأجانب. الأمر السادس اللي لا ننسى نحن في الخليج أنها كان لها دور حيوي في الوساطة في الأزمة الخليجية، يعني الأزمة الخليجية كان وسطها الشيخ المرحوم صباح الأحمد رحمه الله، وكان لعمان دور أيضا في الوساطة، حتى أن قمة العلا سميت قمة صباح وقابوس تكريما لهم أول الجهود اللي بذلوها في نزع فتيل الأزمة الخليجية اللي كانت غير مبررة في نظرهما، فسعوا لحلها. وطبعا لا يمكن أن ننسى جهود هذين الرجلين في هذه الأزمة، وأن نقول رحم الله قابوس ورحم الله صباح، فقد أعادوا اللحمة الخليجية إلى بعضها كما كانت. طبعا لابد أن نقول أن دبلوماسية عمان مثل الحلوى المسقطية، رزينة قديمة بدون تصنع، تنشد الخير للجميع، لكن بساطتها الظاهرة تخفي تعقيد وسعة بال لا تنتهي، لكن الأكيد حلولها ناجعة، الحلول العمانية دائما ناجعة، ولم نرى انتكاسة في أي وساطة قامت بها، ولذلك اشتهرت عمان بالوساطات سواء بين الدول الخليجية، سواء بين دول الإقليم، أو سواء بين العلاقات أو بين على المستوى العالمي. نحن فخورين بأن يكون لدولة خليجية مثل هذا الدور السلمي لحل المشاكل، والدور بالوسيط المحايد النزيه الذي يثق به العالم. فشكرا لعمان على كل حال، وأنا مستعد لسماع ما لديكم، ولكم مني سلام.